الأستاذ المحجوب الهيبة رجل يعني استثنائي بكل المعايير، أولا لأنه يتوفر على مسار غني حافل متنوع، وأعطى للمجال الحقوقي والمجال البيئي والمجال الأكاديمي كل جهده، وأثمر العديد من المبادرات. يكفي أن أقول أنه من يعني الرعي الأول للأكاديميين وأيضا للمناضلين في المجالين الحقوقي والبيئي، وأيضا من القامات الأساسية والمراجع الأساسية في المجالين معا. زاوج في مساره كما قلت ما بين البحث الأكاديمي الرصين وما بين كذلك الفعل وكذلك النضال من أجل هذه القضايا. نعرف أنه إلى جانب مساره الأكاديمي كان كذلك من العناصر الأساسية والفاعلة في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وأيضا كذلك كانت له تجربة مهمة جدا في الجانب المؤسساتي في توليه مسؤولية الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ظرفية مهمة جدا، وفي مواكبة مسار هيئة الإنصاف والمصالحة إلى جانب الراحل إدريس بن زكري، وكان بمثابة يعني عضده والشخص الذي يعتمد عليه كثيرا في كل ما أنجز في هذا المجال، وأيضا له بصمة خاصة ومهمة جدا بحيث أنه أول مندوب وزاري لحقوق الإنسان في أبريل 2011 إلى غاية نهاية 2018، بحيث هو نقدر نعتبره هو المؤسس لتجربة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان كبنية يعني حكومية للتنسيق ما بين القطاعات في مجال حقوق الإنسان، وأيضا كحلقة وصل ما بين يعني كل الفاعلين في المجال لحقوق الإنسان على المستوى المؤسساتي لمتابعة الممارسة الاتفاقية للمغرب، والحرص على وفاء المغرب بالتزاماته الدولية المترتبة عن تصديقه على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. الأستاذ الهيبة أيضا من الشخصيات من الناحية الإنسانية التي تمتاز بخصال مهمة جدا، التواضع، السعي إلى خدمة الآخرين، السخاء بالمعنى يعني والأريحية على مستوى يعني استعداده الدائم لكي يعطي لمن طلب منه المعلومات الصحيحة والموثوقة وذات المصداقية، وأيضا الاستشارة له كذلك إمكانية كبيرة جدا في إصداء الرأي الحصيف لكل من طلب ذلك، سواء من الباحثات والباحثين أو من المنظمات المجتمع المدني أو من المؤسسات الرسمية. لا يبخل كما قلت على أن يقدم ما لديه من زاد ومن تجربة ومن معلومات لكل من طلب ذلك، ولا شك كذلك تشهدون أنهم كإعلاميين أنه دائما راه إشارة الإعلاميين في كل ما يتصل بمجال اختصاصه وهي مجالات متعددة وغنية. والأستاذ الهيبة كذلك على المستوى الإنساني إنسان يعني طيب المعشر وخدوم ومتواضع، وهذه كذلك من الصفات التي أنا شخصيا أعزه لهذه الصفات التي تمتع بها، وأيضا كما قلت دائما راه الإشارة. وهو اللحظة ديال تكريم الأستاذ المحجوب الهيبة في الحقيقة هو أولا تكريم لجيل اللي كان من المؤسسين في الدينامية الحقوقية المغربية، سواء باعتباره كجامعي باحث في هذا المجال في مجالات اللي كانت ربما فيها رؤية استشرافية بحال قضايا البيئة اللي كان عارفه بأنه كان من أوائل المهتمين بهذا الموضوع واللي اجتهد فيه بالتمام مع مؤسسات دولية، كما أنه في مجال حقوق الإنسان كأحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وكان مسؤول في المكتب الوطني ديالها لسنوات،
في المراحل الأولى قبل أن ينتقل إلى مواقع أخرى. بطبيعة الحال المسار الرجل طويل، من المجلس الاستشاري إلى المجلس الوطني إلى الأمين العام للمجلس إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى موقعه كخبير في لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة المكلفة بتتبع الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فالرجل ركم تجربة واسعة بطبيعة الحال اللي ممكن نقوله وجدت ترجمتها في تقاسمه مع الناس، مع الطلبة أولا، مع الفضاء الجامعي، لأنه بقى دائما في ارتباط بهذا الفضاء كأستاذ كمؤطر كمحاضر وإلى الآن. هذا التقاسم كذلك اللي عند الرجل شهادة جميلة في حق من اكتسبوا خبرة وتقاسموها مع أجيال صاعدة اللي نأملوا تكون كذلك تحمل المشعل فيما بعد، كما أنه يساهم إلى حتى الآن في أنشطة عدد من المنظمات، وهو بطبيعة الحال من عضو في مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية واللي كيساهم في عدد من الأنشطة دياله، وعضو في الهيئة العلمية ديال المجلة ديال المركز، ومن الكتاب المداومين في هذا المنبر الحقوقي بدعمه المعنوي كذلك لهذه التجربة ديال المركز البحثي في مجال حقوق الإنسان. ونحن نعتز بمساهمته ودعمه لهذا المجهود اللي كيعتبره هو كذلك إضافة نوعية ضمن الحركة الحقوقية، ده جانب الإضافة النوعية التي يقدمها إلى جانب العمل الذي ينجز داخل الجامعات المغربية. فتكريم مستحق، ومن بادر بهذا التكريم يستحق كذلك التنويه على مبادرته.